السلام عليكم ورحمة الله إخواني، مع هذا الدعاء الجميل الذي أحب أن يكون هدية مني لنفسي ولإخواني ولأخواتي ولكل أصدقائي وأصدقاء مسك إن شاء الله تعالى. يا من أوجد فأبدع وأرشد فأقنع وأعطى فأوسع، يا من له الحمد في الأولى والآخرة، اللهم اجعلني وأحبتي أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم حقق أمانينا واجعلنا في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلحها، وأنت العالم بحوائجنا فاقضها، وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.